وهذا سائل يقول: امرأة أنزلت جنينها ميتا في شهره الثالث، وكان سبب موته مثل باقي الأجنة التي تموت في رحم أمهاتها، إلا أن المرأة تعتقد بنسبة أقل من 1% أنها هي السبب، وذلك من خلال وضعها وضعية الجماع التي قد تكون هي السبب، مع العلم أن الزوج قد نبهها إلى ذلك. الشهر الثالث ما في حياة ولا في موت، ما يكون الجنين حيا إلا إذا أكمل 4 أشهر، إذا أكمل 4 أشهر نفخت فيه الروح أصار حيا، أما قبل 4 أشهر فالسقط ليس فيه حياة، هو ميت من الأصل، نعم، وليس فيه شيء ولا كفارة.